الفضل والعطاء ما لا يعني ما لا يخطر على بال البشر. الناس المشكلة نحن عجولين البشر، نستعجل التحقيق، ولكن الله لو تأخر علينا. أنا في طلب كنت أطلبه من الله من 10 سنوات، سبحان الله كنت كل سنة أضعف من الشيطان يوسوس لي أنه يعني ما حيتحقق طلبك، ما راح يصير، وحقق لي الله. والله العظيم والله العظيم يعني لست بأفضلكم، ولكن أنا إنسانة كنت غير متعلمة لمدة 10 سنوات بعد تخرجي من الثانوي، ودعوت الله أن يتم لي التعليم على حبي في التعليم الشرعي والحب في التعليم الديني. وأنا الآن في عمر كتب الله لي الأبناء، الحمد لله رزقني بالأبناء بعد وفاة 3 أبناء لي، رزقني الله بالعلم، وأنا الآن أحضر رسالة الدكتوراه، رزقني الله بالأحلام التي كنت أتمناها من خلال الدعاء. والله ما دعوت دعوة في العشر الأواخر من رمضان واليوم عرفة إلا تحققت كفلق الصبح، والله العظيم أنا أحلف وأجزم بذلك. وأنا إنسانة مجربة الشيء ده، يعني أنا مررت بظروف كان كل اللي حولي يقولون مستحيل تتحقق، يعني حتى دراستي لما درست قالوا مستحيل إنك توصلين. أنا الآن في مرحلة الدكتوراه والكل يجزم إنه كان مستحيل إنك توصلين، ما هو بمجهود وشطارة مني، بس والله العظيم إنه بدعاء. الدعاء يا أخوات ويا أخوان والله العظيم فضل عظيم. أنا دائما أتابع الشيخ سلطان والدكتور سلطان، أتابعه أني دائما كل عباراتك اللي أقراها في التغريدات والله العظيم إنها وقعت في نفسي وإنها حصلت معي. والله العظيم ما أحلف بالله بهذه الليلة الفضيلة إلا عشان أنا أبغى الناس يفهمون يستوعبون إن الدعاء أمره عظيم، ما هو شيء بسيط. يعني ما يكلفنا شيء إذا أخذنا هذا آخر الليل وتحدثنا مع الله مما في أنفسنا، طلبنا الله بما نرغبه من أمور الدنيا والآخرة. ليست ولا أحد في الدنيا هذه ولا أحد في الدنيا هذه حاصل على كل ما يتمنى إلا ما عند إنسان مطالب. والله لي زوج، أبو زوج الله يرحمه من 20 سنة توفى، كانت عندي مشكلة عظيمة في حياتي الزوجية، فكان دائما يقول لي الله يرحم عمي أبو زوجي، يا ابنتي أمسك الدعاء، أدعي الله أن يسخر لك زوجك ويسخر لك الصحة ويسخر لك الحياة، لأني أنا ما كان عندي أطفال وتوفى علي 3 أطفال وجلس سنين ما عندي أطفال. فسبحان الله سخر لي الله، رزقت بالأبناء والحمد لله من فضل الله، أولادي الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله تخطوا سن ال20، رزقت بالدراسة وأعطاني الله هي، دعوت الله في الوظيفة أعطاني هي الله، دعوت الله أن يكتب أن يمكنني في العلم الشرعي ومكنني الله في العلم الشرعي، دعوت الله أن يطيب في عمر والدي ووالدتي وأن يجعلني أنهم يروني ويفرحون في، وأطال الله في عمر والدي إلى أن رآني في مرحلة الدكتوراه التي كان يحلم فيها وأنا كنت صغيرة. يعني ولعلمكم أنا لست في صغيرة في السن الآن، يعني أنا عمري الآن يتجاوز 50 سنة وحضر الدكتوراه، ولكن الله كتب لي هذا العمر وكتب لي هذا العلم وأمكنني في الأرض بالدعاء، ليس بشطارة مني ولا بنباغة في عقلي ولا بفهم في تبيان في لساني، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاني هي بالدعاء. ما طلبت شيء إلا أكرمني، دعوت الله قبل يعني سبحان الله. كنت دائما الوالدة ابتليت قبل فترة بمرض الخبيث بسبب حزنها الشديد على إحدى أخوات يعني إخواني توفى، والله العظيم إني كنت دائما أقول لها في المستشفى التخصصي يوم نوى يا أمي عليك بالدعاء، يا أمي أدعي الله قولي له أنت ابتليتني في ابني وأحرمتني هو، وابتليتني بالمرض العطاء في الشفاء، وكنا ندعي له. والله العظيم الوالدة تبلغ من العمر فوق 8 سنة، كنت أدعو أنا أخواني لها ليلا ونهارا، ونروح الحرم نروح المدينة ندعو لها ليلا ونهارا. والله العظيم إن استأصل تم استئصال الورم، هي عمرها فوق 80، والآن قبل أسبوع طلعت النتائج حقتها أنها شفيت تماما من المرض الخبيث. والله العظيم الدعاء له يعني الدعاء ما أعرف كيف أوصل لكم الفكرة، بس فعلا الدعاء شيء عظيم. إذا أيقن العبد أن الله سيستجيب وإذا أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، عندنا قواعد شرعية لو تمسكنا فيها الله سبحانه وتعالى أعطانا هي التوكل على الله، من توكل على الله فهو حسبه، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما يعطينا الله من البلاءات ومن المصائب ومن الرزق ومن المنع ومن العطاء إلا من طاقتنا وسعتنا. الله سبحانه وتعالى ما يكلفنا فوق طاقتنا، يعطينا هي من طاقتنا البلاء في الأبناء والبلاء في الصحة والبلاء في العلم والبلاء في المال والبلاء ونسأل الله أن لا يبتلينا في ديننا. أيضا الإنسان لابد أن يكون عنده حسن ظن بالله، الحسن الظن بالله هذا يرزقنا شيء كثير. والله العظيم إذا الإنسان أصبح من النوم هذا وأمسى وهو يظن أن ما له عند الله إلا كل خير، في كل أمر خير وكل ما أصابه من الله خير، والله العظيم لا يحصل على كل ما يريد.
لا أريد أن أطيل عليكم، لست بأفضلكم ولا بأعلمكم، ولكن أنا إنسانة استثمرت كثير من الدعاء، تجارتي مع الله هي الدعاء، والله سبحانه وتعالى فتح علي فتوح العارفين ورزقني الدعاء، وكل سنة كل يوم أستزيد من الدعاء ما نقصني منه اليوم الذي قبله. فالله أسأل الله لي ولكم أن نكون من المقبولين في هذا الشهر العظيم، وأن يغفر لي ولوالديكم، ويغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات،